بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان نكمل الحديث اليوم عن أبي ذر هذا الصحابي الجليل هذا العلم الطيب الطاهر من أعلام الإسلام نكمل حديثنا عنه لكننا نريد أن نقف على قولة قالها من مالك بن دينار. مالك بن دينار قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا جيدا اخوة الإيمان نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كهؤلاء فماذا قال؟ أيكم يلقاني على الحال التي أفارقه عليها؟ نحن في الدعاء ماذا نقول؟ اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقاك. القضية أن لا يفرح الإنسان بما هو عليه من التقوى والورع، فربما كانت نهايته على غير الحالة التي بدأ عليها. أو أن نهايته كانت أفضل بكثير من بدايته التي كان عليها. فهنا مالك بن دينار ماذا يقول؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يلقاني على الحال التي أفارقه عليها؟ مباشرة إخوة الإيمان قال أبو ذر: أنا يا رسول الله. طيب إن أردت أن تكذب فالله كاشف امرك والله مطلع على حالك وسيخبر حبيبه بامرك فاذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مباشره يقول له صدقت يا ابا ذر من اعلمك يا حبيبي من اعلمك بصدقه ثم كرر الحديث الذي ذكره ما اظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر من سره أن ينظر إلى زهد عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر سبحانك يا الله اللهم اجعلنا كأبي ذر خلقا ودينا ونقاء سريره اللهم امتنا كما مات والحقنا بالحبيب المصطفى اخوة الإيمان. طيب ناخذ ناخذ قصة على ما اذكر عبد الله بن مسعود ماذا يقول لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تبوك هذه قصة علينا أن ندرك أبعادها فقال جعل لا يزال يتخلف الرجل فيقولون يا رسول الله تخلف فلان، تبوك اخوة الايمان منطقة بعيدة جدا عن المدينة. طيب، هناك المنافق وهناك الضعيف وهناك القادر، فلما سار الحبيب المصطفى الى تبوك، جعل لا يزال يتخلف الرجل فيقولون يا رسول الله تخلف فلان فيقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم دعوه ان يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وان يك غير ذلك فقد اراحكم الله منه حتى قيل يا رسول الله تخلف ابو ذر وابطا به بعيره طيب أنت يا حبيبي يا رسول الله قلت عن أبي ذر صدقت طيب هذا أبو ذر تخلف وأبطأ به بعيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه إن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه أبو ذر كما تقول كتب السيره تلوم على بعيره ما معنى تلوم يعني ان بعيره كان يبطئ به فمره يضربه ومره يشده ومره ينهره حتى عندما لم ينفع به امر ماذا فعل اخذ متاعه فجعله على ظهره فخرج يتبع رسول الله ماشيا ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله حيث يجد الراحة ونظر ناظر من المسلمين فقال يا رسول الله هذا رجل يمشي على الطريق لم ياتي على راحله فقال الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام: كن ابذر فلما تامله القوم قالوا يا رسول الله هو والله ابو ذر هو والله ابو ذر فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامه وحده اي شهادة اخوة الايمان اعظم من هذه الشهادة. لذلك فيما تذكره كتب الصحاح صحيح مسلم يروي عن ابي ذر قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله هل رايت ربك؟ قال نور انا اراه كيف ارى ربي لذلك قال كيف اراه لذلك اخوه الايمان هذا الرجل الصالح عندما ننظر الى سيرته تخلق باخلاق الحبيب وسار على درب الحبيب فماذا نقول الآن يقول أبو ذر هو يحدث عن نفسه: دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي يخطب فجلست قريبا من أُبي بن كعب أُبي بن كعب أيضا إخوة الإيمان علم من أعلام الإسلام إن شاء الله نفرد له حديثا فقال جلست قريبا من أبي بن كعب فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة فقلت لأبي متى نزلت هذه السورة قال فتجهمني ولم يكلمني ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني ثم قال: يا أبا ذر ما لك من صلاتك إلا ما لغوت فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأُبي سألتك فتجهمتني ولم تكلمني قال قال ابي ما لك من صلاتك الا ما لغوت قال فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله تعرف اخوه الايمان كان اذا حدث لاحد مشكله او قضيه اسرع الى الحبيب المصطفى يشكو فقال له يا نبي الله كنت بجانب ابي وانت تقرا براءه فسألته متى نزلت هذه السوره؟ فتجهمني ولم يكلمني ثم قال: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أُبي. اذا عندما يقول صدق أُبي أن الدروس التي تلقوها صحابة رسول الله تلقوها من الحبيب المصطفى. استوعبوها وفهموها وعملوا بها الفرق بيننا اخوه الايمان وبين تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم اننا اذا دخلنا مسجدا وسمعنا شيخا سمعنا الحديث فاعجبنا به لكننا خرجنا وطرحناه خلف ظهورنا لم نعمل به كنا نقول عن مشايخنا انهم يملكون علما واسعا يملكون قدره على الاقناع يملكون طريقه في الحديث شيقه وجميله تنفذ الى قلوب السامعين لكننا لم ناخذ من علمهم ولم ناخذ من ادبهم الفرق بيننا وبينهم ان المساجد قد عمرت بالعلماء وان القنوات الفضائيه قد غزت هذا الكوكب بما تحمل من خير وعلم وفضل ونحن على تخلفنا ونحن على سوء اخلاقنا لاننا سمعنا هذه المواعظ ولم نعمل بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون اليه ياخذون الكلمة فيعملون بها ولذلك استوى استقامت احوالهم وصلح امرهم ونشروا الدين وبنوا اكبر حضارة شهد لها العالم هذا فرق بيننا وبينهم اخوة الايمان ابو ذر له حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول فيه عن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله ثلاثة مرات قال أبو ذر خابوا وخسروا خابوا وخسروا خابوا وخسروا فقال من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب اخوة الايمان أدركنا الوقت كالعادة ولا يسعنا إلا أن نودعكم على حب الله وعلى حديث رسول الله لنتمكن إن كان لنا في العمر بقية أن نشرح هذا الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله أستودعكم الله وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. thank